ازيكم يا شباب؟ كنا خلصنا في الفيديو اللي فات ازاي اتكلمنا عن الكومبايند وشرحناها. حابب بس انا ابص معاكم في تفاصيل المسألة دي كده، وهكلم معاكم واوريكم ازاي بتفكروا وانتوا طبقوا بايديكم. انا رفعت لكم كمان نوتس مهمة من الملزمة تبصوا عليها وتحاولوا تحلوها بايديكم، ضروري جدا لان فيها افكار. خلينا نتكلم هنا دلوقتي. الكاميرا مديها لي على انها اي بيم، تمام. حاطط لك هنا كذا نقطة او دي كذا سيكشن عايز يحسب عندهم. اول حاجه بعد ما تشوف الكاميرا دي تبدا ترسم له المومنت والشير، عشان هي دي اللي هطلع منها النورمال ستريس والشير ستريس اللي انا محتاجهم. هي دي كل فكره المساله، تمام. طيب بعد ما شفت اللودز كده هبدا ارسم الشير، هبدا ارسم المومنت. عندي النورمال بزيرو، تمام. اعمل ايه بعد كده؟ انا عندي اول نقطه هحسب عندها هي نقطه ايه، هي نقطه واحد. هنزل عند نقطه واحد كده هشوف هي بتأثر عندها ايه. طيب نقطة واحد هنا بتأثر عليها ايه؟ بيأثر شير اللي تحت 4 وبيأثر مومنت بزيرو. طيب يعني انا عندي النورمال بزيرو، الكيو واي ب4 والمومنت اكس بزيرو، وام واي بزيرو، وكيو اكس بزيرو، وام زد بزيرو. حلو حلو. طيب كنت بحسب ازاي النورمال ستريسز؟ كنت بقول ان الاف بتساوي ان على ايه زائد او ناقص ام اكس على واي اكس في واي، زائد او ناقص ام واي على اي واي في اكس. طبعا عندي الام اكس بزيرو، وعندي النورمال بزيرو، وعندي الام واي بزيرو، يعني انا مش محتاج احسب الاي اكس. بس ثواني، في الشير ستريس كنت بعمل ايه؟ كان عندي كيو بتساوي كيو كابيتال على اي في ايه، في اس على بي. طيب الكيو كابيتال دي اللي هي ايه؟ اللي هي كيو اي، يبقى كيو سمول هو كيو اي. طيب يبقى الاي والاس هما الاكس، تمام. احفظها كده الاتنين. بص هو امشيها دايما بخط مايل، كيو والكيو لو هما اي، لو هما واي يبقى الاي والاس اكس، لو هما اكس يبقى الاي والاس ايه واي. يعني انا من دلوقتي محتار احسب الايه، الاي اكس، يبقى انا احسب الاي اكس واحسب الاريا. قال لي الاريا دايما هي الاريا سهله، حساباتها معاك خليها دايما معاك. طيب الاريا الانيرشيا بتاع مستطيل كان ايه؟ موازي في عمودي تكعيب على 12، احفظها عشان مهمه، موازي في عمودي تكعيب على 12. طب نحسب ازاي دلوقتي؟ تعال نقسم الحته دي، موازي 2 في عمودي تكعيب 34 تكعيب على 12، مفيش نقل محاور. طيب هنا عبارة عن 20 في 3 تكعيب على 12، زائد 20 في 3 اللي هي الاريا في نقل المحاور تربيع. نقل المحاور ايه؟ من هنا 17 ومن هنا 1.5، يبقوا ايه؟ 18.5 تربيع، تمام. هتضرب في 2 عشان عندك ايه؟ شريحتين، تمام كده، تمام كده. طيب بعد ما جبت الاف اللي هي 0 وطلعت الكيو، خلي بالك يعني عرض الشريحة هنا ايه؟ 2. طلعت الكيو بالرقم دوت، خليني بالمره راجع معاكم على الاس. الاس كانت بتتجاب ازاي؟ تيجي ترسم الكيو واي، تيجي من النقطه اللي انت عايز تحسب عندها تعمل عمودي عليها، وتجيب اريه اللي فوق او اريه اللي تحت. اريه اللي فوق ايه؟ هي 3 في 20 في ايه؟ في السي جي. طيب مسافه السي جي كام؟ 18.5 زائد 17 في 2 في 8.5. حلو، طلعت الكيو. رجعنا ازاي؟ رجعنا لاول حاجه وانا بشرح الكومبايند قلتها، ان شكل القطاع هيبقى عندك عامل ازاي، اللي هي كيو والاف اكس والاف واي المأثرين على القطاع. طيب بعدين هبدأ اعوض بقى في المسألة، عندي طبيعي جدا. هعوض ازاي؟ تعالوا نبص معايا. اول حاجة الاف ماكسيمم تعوض في القوانين زي ما طلعنا من القيم اف اكس دي، طبعا انت بتحطها على جنب بعد ما تخلص كده عشان دي اللي بتبدأ تبص فيها. سيبك بقى من كل اللي احنا عملناه فوق ده، خلاص انت مجرد ان القيم دي هي اللي هتشتغل ايه، هتشتغل بيها. تحسب الاف ماكسيمم طلعت لك بالموجب، معناها ايه؟ معناها انها تنشن. هتحسب الاف مينيمم طلعت لك بالايه؟ بالسالب، معناها ايه؟ معناها كومبريشن. طالما اف ماكسيمم واف مينيمم يبقى انا عندي كيوب ايه؟ كيوب زيرو، تمام؟ تمام. طيب المفروض دلوقتي بعد ما جبت اف ماكسيمم واف مينيمم احسب ايه؟ احسب الثيتا عشان اعرف هما بيأثروا على مستوى مايل بزاويه ايه؟ حلو حلو. طيب القانون بتاعي تاني 2 ثيتا بتساوي سالب 2 كيو على اف اكس ناقص اف واي، طلعت ان الثيتا عندي بسالب 45 درجه، تمام؟ تمام. بعد كده المفروض اعمل ايه؟ انا كده خلصت برنسبل نورمال ستريسز، هدخل على برنسبل شير ستريسز، هقعد في الكيو ماكسيمم واقعد في الكيو مينيمم. طلعت لي كيو ماكسيمم بالموجب، معناها ايه؟ بتلف مع عقارب الساعه. طلعت لي كيو مينيمم بالسالب، معناها ايه؟ بتلف عكس عقارب الساعه. طالما جبت الاف كيو ماكسيمم وكيو مينيمم يبقى انا مضطر اجيب حاجه اسمها ايه؟ اف افريج، عباره عن ايه؟ اف اكس زائد اف واي على الاثنين، تمام. نطلع اللي نقطة 2. انت كده خلصت نقطة 1، خلاص. نقطة 2 بيأثر عليها ايه؟ خلي بالك نقطة 2 مش في نفس مكان نقطة 1، سيكشن
ومسافه في كروس سيكشن، بمعنى يعني في السيكشن هي مختلفه معناها ان هي عندها مومنت اوف شير مختلف، وفي الكروس سيكشن مكانها مختلف معناها ان هي هتاثر لي في ايه. فاكر لما كنت برسم النورمال ستريس الشكل دوت اللي انا رسمته بالسهم، الشكل دوت كان عندك القيمه هنا غير القيمه هنا غير القيمه هنا، يبقى اثرت لي في النورمال ستريسز واثرت لي في الشير ستريس اللي احنا كنا بنرسمها. تمام. طيب تعال نبص على نقطه 2 بيأثر عندي ايه. بيأثر عندي في نقطه 2 8 طن و4 مومنت. طيب ننزل نقطه 2 ونشوف. نقطه 2 اهي عندي 8 طن نازله لتحت و4 مومنت. طيب هتأثر في ايه؟ النورمال بزيرو. فاكر قانون النورمال كان بيقول لك ايه؟ ال F بتساوي N على ايه؟ ال N بزيرو. خلاص يبقى زائد او ناقص M X على I X في I، زائد او ناقص M Y على I و I في X. عندي M Y ما عنديش، يبقى انا خلاص هعوض بالايه؟ بال M X على I X. كنت جايب قبل كده ال I X، كنت جايب قبل كده وعندي ال M X هعوض. خلي بالك انا ضارب في 100 ليه؟ عشان احنا هنا ايه؟ شغالين بالايه؟ بالمتر. ماشي. وانت بتطلع في الاخر اف بالايه؟ في سنتيمتر سكوير، عشان تبقى ماشي مع بقيه المساله. ركز في الحته دي. تمام. طيب خلي بالك ان الواي برضو مسافتها فين؟ شوف النقطه عندك، نقطه 2 اهي، من هنا لهنا 17 اهي. تمام. طيب في كيو بقى، الكيو كانت عباره عن ايه؟ كانت كيو كابيتال على اي في ايه؟ في اس على بي. البي هنا بكام؟ البي هنا ب2 سنتي. طب والاس كانت 3 في 20. تمام. في ايه؟ في السي جي. طيب 3 في 20 في الزي في السي جي. تمام كده. تمام كده جبت الكيو. طيب هحطهم بقى على الايه؟ على المربع عشان ابدا اشتغل. الاف اللي طلعت لي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاف اكس، عباره عن الاف اكس اهو. مش ده السكشن بتاعي وده المربع بتاعي؟ القوه اللي بتاثر دي ايه؟ اف ايه؟ اف اكس. وعندي الاف واي بكام؟ بزيرو. يبقى انا عندي الاف اكس اهيت، وبإشارتها هنا طالعة كده موجب يبقى شد اف اكس اهي، وعندي الكيو ايه؟ بالموجب. تمام. اعمل ايه دلوقتي؟ ابدأ اعوض في القوانين بتاعتي على طول، الاف ماكسيموم والاف مينيمم. تمام. اقوم مطلع قيمه، قيمه موجب قلنا تنشن، قيمه سالب كومبريشن. خلاص مش يعني خلاص دي بقت ثابت عندك. الكيو طبعا مع الاف ماكسيموم والاف مينيمم بزيرو، وتقوم جايب السيتا بالظبط. بعد كده تدخل على برنسبال شير ستريس، هتجيب الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه، وتجيب اي بالايه؟ الاف افريج. تمام. الاف افريج هنا عباره عن ايه؟ اف اكس زائد اف واي على الاثنين، يعني الاخر اف اكس على الاثنين. تمام كده. طيب نقطه 3 نطلع لها. ادي نقطه 3 بتاثر في الاول خالص، عندها 8 وعندها 12 مومنت. حلو. طيب تعالى عند نقطة 3، عندها 8 وعندها 12 مومنت، برضه بنفس الطريقة هقوم جايب ال F وهقوم جايب ال Q. بعد ما اجيب ال F واجيب ال Q هتبدأ تحطها على ايه؟ على المربع. طب ثواني، ال Q هنا ليه بزيرو؟ عندك ال QY ب8. تمام. نقطة 3 دي هي عبارة عن ايه؟ عن اريا على البي. تمام. الاريا اللي هي الاس اس الاس عبارة عن اريا في السي جي على البي. حلو. طيب خلي بالك لما كنت بتحسب الكيو زمان في اول ما خدتها في اول درس خالص، كان بيقول لك ان انت عند اول القطاع واخر القطاع دايما بصفار. تمام. يبقى انت عرفت خلاص هنا الكيو سمول بزيرو من الاخر عشان ما فيش اريا ساعتها، يعني الاس فوق هي كانت اريا، انا بقف كده واخد الاريا اللي فوق. تمام. او تحت خدت الاريا اللي فوق وضربتها في السي جي، خلاص الاريا بزيرو. تمام. طيب عندك الاف اهي اف اكس، ما عندكش كيو بقى اللي مأثر عندك على المربع بتاعك الايه؟ الاف اكس بس. يبقى عندك اف اكس بقيمه اهي موجبه عشان تنشن، اف واي بزيرو، وعندك الكيو بزيرو. تبدا تعوض في القوانين بتاعتك اف ماكسيموم واف مينيموم والكيو بزيرو، وتقوم جايب السيتا، وتعوض في الشير ستريس عبارة عن الكيو ماكسيموم والكيو مينيموم والاف افريج. تمام. حلو. نقطة 4 اخر نقطة، لو تلاحظوا خلاص هي انت فهمت ازاي بتطبق، خلصت. مفيش تفكير بعد كده، انت عمال تطبق بس بتعوض في قوانين انت فهمتها. ما تقلقش من مسألة، اي مسألة مهما كانت اقول لك ايه وحشة خالص يعني ان شاء الله تتحل، بس تركز كده وتطلع السترينج اكشن صح،
حل بعد كده عوض في القانون على طول. هنا عندك ايه؟ عندك في الاول برضو التمانية والاتناشر، بس مع اختلاف الايه، النقطة، التلاتة كانت هنا والاربعة كانت فين؟ كانت في النص. يعني من الاخر الكيو هي اللي هتختلف. لو جيت عندنا عند الاربعة هلاقي ان النورمال عندي بزيرو عادي، الكيو واي بتمانية برضو، والام اكس باتناشر. لما اجي احسب الاف، لما جيت اقول الاف كانت بايه؟ كانت بام على اي فوق ام على اي في واي. طيب واي هنا ايه؟ بزيرو، يبقى الاف ايه؟ بزيرو. طيب وبالنسبه للكيو هلاقي عندي ان الاس اختلفت، انت عندك هنا واقف في النص، بقت تقريبا يعني قريبه من الكيو ماكسيمم او كيو ماكسيمم كمان. تمام، طلعت لك بعد ما تعوض طبعا نفس طريقه التعويض، هتطلع لك ايه؟ قيمه الكيو. يبقى انت عندك القطاع ده ما بيأثرش عليه لا اف اكس ولا اف واي، بس بيأثر عليه ايه؟ كيو. وتعوض في قوانين اف اكس زائد اف واي، هتجيب منها الاف ماكسيمم والاف مينيمم، اهي قوانين اهي، وطلعتها وتقول ان الكيو بزيرو، وتقوم جايب السيتا. وفي البرنسبال شير هتجيب الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم، وتجيب الايه، الاف افريج اللي هي بزيرو برضو هنا. تمام، اظنش ان في اي حاجه صعبه في الموضوع دوت، الموضوع سهل تماما، حل بايدك. لو عوزت اي حاجه انا معاك على البيت ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا في الدرس ده، واكون عرفت اوصله لكم او سهلته لكم يعني باذن الله. ربنا معاكم ان شاء الله بكره في الامتحان، ولو في حاجه انا معاكم النهارده على البيدج، وان شاء الله يكون امتحان حلو يعني، ربنا يكرم. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.